كلام فني بقى، كلام فني كتير مع الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد حسن. يا كابتن عبد الحميد، مواجهه منتخب كوت ديفوار غيرت الصوره تقريبا يعني كتير، غيرتها أوي. تماما كتير قوي صح يعني، اللي كانت كده وفجاه بقت الصوره بقت عظيمه خلاص. كله بقى ايه ده دلوقتي، احنا داخلين مواجهه المنتخب المغربي، احنا منتخب كبير ونقدر عادي نكسب المنتخب المغربي، قلقانين من المنتخب المغربي بس لا نقدر نعمل معاه مباراه كبيره. احنا كمصريين بنتلكك للفرحه بصراحه صح. بنتلكك للفرحه، والجمهور المصري بينسى بسرعه جدا بحيث ان هو بيلاقي اداء كويس وبيلاقي ان انت كسبت منتخب كبير جدا كان مرعب بالنسبه لك قبل المواجهه. منتخب كوت ديفوار كان مرعب صح. احنا اتكلمنا، كنت معاك قبل الماتش قلت لك ماتش صعب جدا صح. بس انا براهن علينا احنا كمصريين المينتاليتي بتاعتنا الروح بتاعتنا والطبيعه بتاعتنا ان احنا دايما في المواقف بنظهر صح. ودي حقيقه صح. دي حقيقه بصراحه صح. فاحنا دايما في المباريات الصعبه في اي موقف صعب كمصري انت بتطلع فيه بكامل قوتك او بتطلع فيه كامل قوتك، وزي ما اقول يكون ده اللي عملته اللعيبه المصريين. طيب انا عايز اخد منك تحديدا من اللي حصل في مواجهه كوت ديفوار عشان اروح لمواجهه المغرب، ايه اللي كان رائع ومميز خلانا نظهر بشكل كويس قدام المنتخب الايفواري عشان نعرف نستثمره ونكمل عليه في مواجهه المنتخب المغربي؟ الاصرار على المكسب، الاصرار على المكسب وعدم الياس وعدم الهزيمه، وان احنا طلعنا من ودنا المنتخب ده مرعب، ومحمد عبد المنعم لعب على احسن لعيب في يعني صح. على هداف اعتقد صح. هداف كبير جدا صح. عمل مباراه كبيره، وعمر كمان اللي عمل مباراه كلهم بصراحه. لا ده انا بتكلم على عبد المنعم تحديدا لان عبد المنعم ظهر بشخصيه كبيره قوي غير اللي احنا كنا متوقعينه كلنا، خصوصا في الماتش ده انا كنت متخوف جدا جدا ان هو بيلعب على حتى كمان البنيان هلر. كان اسمه هلر مهاجم اياكس، هلر هداف الشامبيونز ليج 10 اهداف بالظبط. يعني انت بتلعب مع مهاجم وتكوينه ولعيب هادي جدا ولعيب راسي جدا ولعيب عارف هو بيعمل ايه، لعيب خطاف صحيح بيلعب عليه محمد عبد المنعم اول ما لعب على منتخب مصر، لعيب صغير لعيب لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فشخصيه صح شخصيه صح. فانا دلوقتي لما بيتكلم حسن بيقول ان هو بيفكر في بلان بي ان هو يلعب الونش حلو. بص هو يعني هو الاقرب محمد عبد المنعم اكيد بنسبه 90% 95%، بس هي دي الفكره. بس انا اكمل الدوافع بتاعتي وحلو اللعيب كمان حلو يا كابتن عبد الحميد انه يبقى عندك لاعب واثنين وثلاثه واربعه جاهزين طبعاً. واي واحد يعني انت بكره لو شارك الونش مش هتتضايق، هتقول الونش مدافع كبير وتقيل، لو كمل عبد المنعم عشان المستوى اللي قدمه في البطوله يخليه يكمل، فحلو يبقى عندك كمان اختيارات. انا معاك بس انا بتكلم في الدوافع اللي عندك والنقاط اللي عندك بتقول لمحمد عبد المنعم يكمل عشان رجله في الملعب بالزبط. عشان رجله في الملعب ممكن طبعا يكمل. ده ما يقلش من الونش، الونش يبقى انا بستريح له جدا شخصيا طبعا. لكن واحد ظهر بشخصيه كبيره قوي قوي من احسن اللعيبه المتواجده في منتخب مصر كشخصيه كشخصيه، فلازم اديله يعني يكمل الدوافع اللي عنده. بس كوت ديفوار، مباراه كوت ديفوار انت حتى ما تقدرش تمسك لاعب تقول مثلا ما قدمش مباراه كويسه، كلهم لعبوا مباراه كبيره بصراحه بالظبط. عشان كده لما تيجي عند مباراه المغرب حتى وانت بتقول التشكيل انت مستريح، انت عارف احنا في الدور الاول لما كنا نقعد انا وانت فاكر احنا كنا قاعدين المره اللي فاتت انا وانت وكنا قاعدين بنتكلم على لا ده يلعب وده ما يلعبش، ده حلو وده وحش، ده ما كانش المفروض ده يلعب، بس دلوقتي انت بقى عندك تشكيله اي واحد يلعب فيها انت هتبقى مطمن. عندك دوافع انت لما بتكسب وبتكسب في بطوله افريقيا تحديدا كمان وبتطلع لادوار متقدمه ادوار متقدمه الدوافع عندك بتزيد جدا فتلاقي انت لما الدوافع بتبقى عندك كبيره قوي الفروقات الفنيه بتقل صح فدي معروفه. انت عارف بقى مين اللي بالنسبه لي برضو قدم مستوى مبهر جدا في البطوله؟ يعني انا شخصيا عمر كمال يعني انا نفسي ما كنتش واثق وقلت هيبقى عندنا مشكله كبيره بعد ما اكرم توفيق اتصاب. لا عمر اصل انا عارف عمر من زمان وعارف ان هو لعيب مكافح جدا، لعيب راجل قوي صح. ده مش مكانه لكن هو لعبه قبل كده. ايوه ما انا كنت خايف منه عشان مش مكانه. لا لعب عشان هو لعيب لعبه قبل كده كتير اعتقد لعبه مع بيلعب مع فيوتشر دلوقتي، هو بيلعب مع فيوتشر لا ولعبه كمان قبل مصري. فيوتشر كمان لعبه مع المصري لعب باك رايت وكان بيأديها كويس قوي فهو لا عمر لعيب مكافح، لعيب راجل جدا، لعيب انت كمان تعتمد عليه ان هو يشيل لك مسؤوليه. بصراحه هي لعيبه مصر كده يعني كل الاجيال نادر قوي قوي لما تلاقي في لعيب مش بنفس الروح او بنفس الكواليتي نفسها اللي هو الحماس وان انا عايز اوصل وان انا عايز اكمل وانا عايز افرح وعارف ان انا جمهور كبير قوي في ظهري ولازم اعمل حاجه للمنتخب وما ينفعش ان انا اخرج وما ينفعش ان انا اطلع من الادوار التمهيديه وما ينفعش حاجات كتير قوي. فانا قلت لك اللقاء اللي فات ان انا براهنه فعلا لان دي ده التاريخ اللي بيقوله ان دايما منتخب مصر
دايما تراهن عليه وانت مطمن قوي ان هم خلاص. انت ممكن المدرب هيقول له حاجه لكن هو هينزل يعمل 100 حاجه 100 حاجه زياده. فالدوافع والحماس اللي كان عند اللعيبه كان كفايه قوي قوي ان انت تشوف المنظر اللي انت شفته قدام فريق زي كوت ديفوار اللي هو كمان اسمك كمان كبير. خلي بالك انت مهما تكون انت ضعيف فنيا لكن اسمك كبير. زي الاهلي كده يعني تشبيه يعني بتكلم في التشبيه المصري والافريقي حتى العربي. الاهلي مهما يكون ضعيف فنيا الفرق بتنزل تخاف من اسمه تخاف من لون فانيلته. نفس الكلام منتخب مصر تاريخك بيخوف. انت كوت ديفوار انا فوجئت ان هم بيلعبوا وبيدافعوا عليك من نص ملعبه سايبين لك نص الملعب وطالما فريق عمل لك كده انت لازم تبقى كويس. حلو انت نازل نازل مباراه واخد درجتين ثلاثه زياده من قبل ما تلعب يعني قبل ما تشوف المستوى الفني اسمك مديك درجتين ثلاثه مقدما يعني بالظبط بالظبط صحيح. طيب